السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وفنزات حنونه يحطوا اللايك الحلو واللايك الجميل، واللي اول مره يشوف حنونه يشترك كده في القناه ويعمل يفعل جرس كلمه الكل عشان يوصل له كل اشعاراتي. النهارده بقى تحدي جامد، بس مش التحدي بين ريتاج وعمار ابني وريتاج بنت اختي. عارفين ريتاج وعمار على اللي خلص بقى اول التحدي، انما انا بره النهارده التحدي. صراحه سبقتهم بقى، ودي بقى الدقه والشطه وحطوا بقى. يلا انا بقى قاعده معاهم كده بشجعهم وبشرب الشاي. هنشوف بقى مين اللي هيكسب. ما تفضحنيش يا ميرو، كفايه امك بتخسر. طيب شو عادي، مش كتير قوي يا مره شطه. يلا عشان البنت هتموت من الجوع. بس والله هكسبه. هنبان معانا. انت بتحب الحاجه الحاره؟ انا حط حراره والله. ما تقدر تكمل. ماشي، سلم عليهم. تسلموا او ما سلمتوش. ازيك يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ما تنسوش اللايك والاشتراك بالقناه وتفعلوا زر الجرس. ازيك عاملين ايه؟ بصوا للكاميرا. ازيك عاملين ايه؟ ارجعني. انا عايز اكسبه. يا ولاد، انا سعيده النهارده ان انا مش بتحدي، فرحانه. بس هنقلب عشان ناكل سوا. لا هنقلب وتقلب. طيب ما تقلب يا بيت. لا نجهز التقليب. صراحه انا منحازه لريتاج. لا عايزه اكسب مين؟ عايزه اكسب ريتاج. يا جماعه البنات غلابه والله. ده اللي عايزاه في حاجه بقى تانية خالص. الصبيان عايزين ضرب الشباشر. ماشي يا عم، ما انا بقلب. ما تقلب، هيمسكوا في بعض دلوقتي والفيديو هيبوظ، لان دول لو الصبح يوم بتخصموا شهر. يلا لا ثانيه، لما نقول بسم الله وناكل. حاضر. موره مش عايزه ابوظ. ثانيه، اما اخلي امي تشمر لي. تعالي لوحي، تعالي ياخر. انت قاعده تشمر لي؟ تقلي بيه. يلا استنى عشان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنشوف بقى يا فنزات يا حلوين بقى مين اللي هيكسب. واحلى حاجه ان انا بره ماليش في التحديات، باكل بس ماليش في التحديات. بس انا مش عارفه بقى النهارده مين اللي هيكسب. فحط لي بقى لايك حلو ولايك جميل كده. وبشكر كل فنزاتي وكل اصدقاء حنونه وكل اخ وكل اخت، لاني في رجاله محترمه والله بتكتب لي تعليقات جميله. فبشكر كل فنزاتي على تعليقاتهم الحلوه ولايكاتهم الجميله، ويا رب اكون عند حسن ظنكم دايما. يلا يا بيت، يلا يا اختي. انت عملت شملوله عليا، ده عامله فيا مقلب. بس هينزل لكم بقى ايه؟ مش عارفه هينزل لكم قبل ده ولا بعد ده. طبعا صغير. ايه والله صغير. لو عجبكم بقى الكشري ده هتلاقوه عندكم على القناه. الطريقه بتاعته كنت عامله طريقته في فيديو، بس تحفه بجد. ايه رايكم؟ فاجر. في حد يقول كده؟ مصطلحاته غريبه. واجي اكلمه يقول لي من صاحبي. خلصت اصلا. امشي كده بس. يلا يا بيت يا خبتي، عليك يا ريتاج. بيجوش اللي عليا وشطرهم. الموقف ده لما بتحط فيه ببقى مرعوبه مرعوبه. طب ما ابقى اكل على مهلك كده. كمان يا ميرو. فرصه وجات لي. عمال ما توقعش على هدومك. ما هو طبعا لسه المية اشربها وخلاص. اشيل دول؟ ليه وقع عليهم شوية؟ ما هي كده مسبوقة بس هما قاعدين بالجنب. كده قاعدين كده. طب ما تكلمهم. انت ليك فنزات، كلمهم. بشكر اهل الجيزة. لا مش الجيزة، الجزائر. لا وعليا. بشكر الفنز بتاع اللي من الجزائر. وما بلعش كل ده حاجات داخله عند عمار وجاي من الدرس. ضربت النهارده؟ العكاف دمار شامل.
يلا يا بيت تبصي كده على طبقه، يا خرابي ارتاج هتخسر النهارده. شفت البيت اللي قاعده تقول لي جعانه ولا فطرت ولا اتغديت؟ يعني عليك يا ارتاج، يعني عليك يا بنتي. البيت شفت البيت اللي قاعده تقول ما فطرتش؟ يا ما قلت لك والنبي، وخدي صباعني يا بنتي يا ارتاج. يا خرابي، بس الصراحة عمرنا كنت هبقى مكسوفة لما انت تخسر وانت راجل كده ومال هدومك. اسيب امك تخسر. ايه انا بخسر على طول. معرفش اطلع مع مين اكسب. حتى عمر كسبني. انا اخف يعني. طب كملي اكلك. كملي اكلك عم يخلص. هو خلاص خلص. طب كملي اكلك. الله اعلم، ممكن يبقى في الحظ نصيب. نصيب ايه؟ ده الطبق قدامي. برافو يا ميرو، كنت عايزاك تكسبي. انت كده اكلتي؟ تعبتي؟ انت حطيتي شطه؟ لا، ده انا حاطط شطه. خلاص يا مورا، خلاص يا عمار، اديله كشري. كشري اندومي. شوفوا ده من ده، شايفين؟ نجيلكوا بقى في ونجيلكوا بقى في العقاب. هيبقى عقاب ضمان شامل. ونشيل بس الاكل ونجيب العقاب. وجينا بقى للعقاب. طبعا اختي هتقوم ايه؟ هحط وشي، هتحط وشها هنا كده. ومن واحد لخمسه هتقوم طالعة. يلا اختص تحت. طب استنى، هاخد حماية او هنزل ايه؟ هنزل مش هتعرف كده، هتقوم مبلول. انا هعرف. طب قوم اقفي. اتنين تانية اقف. لا اهدي وشك بس. برافو عليكم. استنى. انا والله العظيم الفوطة؟ هادي فوطة يا الله. لا امال ما ينفعش اسيب مناخيري. لا اعملي كده، بص بص تكتم. هيكتم مناخيرك. طب هتمسكيه ازاي؟ تكون ما هيتبان. طب شمال دراعك. لا لا مش ده. مش ده. انا عارفة ان انت فرحان بيا، انا عارفة. خدي يا اختي اللي قاعدة تقولي هيكسبه. خدي الفوطة. استنى. صوتها يضحك. بتعملي الصوت. استنى. اوكي ايوه ماشي. فين بقى دي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14. يا خرابي. خلاص كده؟ بس. وبكده خلصنا التحدي. ونشوفكم بقى في فيديو جديد. جو تاريك. ومتنسوش بقى تحطوا لايك حلو كده، لايك جميل. وباي باي. باي باي.